بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي 11 في هذا اليوم الخميس 21 من شهر جماد الأولى سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجتمع في هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، نرجو من بركة هذه الليلة الشريفة بصلاتنا وسلامنا على نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام ما نرجو أن نغتنم به أعظم البركات، في ليلة ندبنا فيها إلى الاستكثار من الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نتدارس هذا السفر المبارك زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في أثناء ذكر المصنف رحمه الله مبادئ أمر سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في جمل فيها الحديث المختصر الموجز عن مجمل ما يتعلق بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، فعسى أن يكون مجلسنا هذا مباركاً بكثرة صلاتنا وسلامنا على الحبيب الهادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر لسانك في ثوان واغتنم أجراً سيبقى خالداً طول المدى، صلوا على المختار، إن صلاتكم يا أمة المختار أنوار الهدى. فاللهم اجعل صلاتنا وسلاماً عليه سلماً إلى نيل محبته وطاعته واتباع سنته بفضلك ومنتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيراً من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصراً لا صنع للبشر فيه، إرهاصاً وتقدمةً للنبي الذي خرج من مكة، وتعظيماً للبلد الحرام. واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، أو توفي بعد ولادته؟ على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، والثاني توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، فكفله جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10. نعم، تقدم هذا القدر في منتهى مجلسنا ليلة الجمعة الماضية، وتقدم أن الله عز وجل أبى إلا أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنفه سبحانه وتعالى ورعايته جل في علاه، حرم من الأبوة قبل أن يخرج إلى الدنيا، ثم لم ينعم بحنان الأمومة وعطفها كما يعيش سائر الأطفال، فقبض الله روح والديه قبل أن يستمتع الطفل بأبوين يعيش في ظل رعايتهما، ثم انتقل إلى كفالة جده سيد قريش وزعيمها المعظم عبد المطلب، ومع ذلك أيضاً يغادر الدنيا ورسول الله عليه الصلاة والسلام في حوالي السن 8 وقيل 10. هذه السنوات 10
من حياته عليه الصلاة والسلام، أراد الله عز وجل أن تكون رعاية مؤقتة في ظل البشر وإن كان والدين، فلم ينعم بوالده بل لم يره على الصحيح، ولم تكتمل متعته بأمه إذ غادرت الدنيا وهو في سن السادسة أو السابعة، ثم انتقل إلى كفالة جده فلم يبق عنده طويلا، فكونه لم يرعى الطفولة في ظل والدين، ثم لما أراد الله عز وجل أن تكون رعايته متنقلة بين يدي من يرعاه فإنها لا تطول حتى لا يتعلق القلب الكريم بأحد سوى ربه الجليل سبحانه وتعالى. يعيش عند أمه سنوات، فينتقل إلى جده سنوات أقل، ثم ينتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. ولله الحكمة البالغة، لكنها منة عظيمة ذكرها الله عز وجل في سورة الضحى في سياق الامتنان على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. فامتن الله عز وجل عليه بإيوائه حال يتمه لما نشأ صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان إرهاصاً لنبوته التي كتبها الله عز وجل واختاره لها، فعاش تلك النشأة الكريمة في رعاية ربه وامتنانه سبحانه وتعالى عليه بتلك الآية الكريمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له، فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كان سنه 9 سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحيرا الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار هذا الحديث في مسنده ولم يقل وأرسل معه أبو بكر بلالا، ولكن قال رجلا. نعم، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أرض الشام مرتين في حياته وسيرته، أولاهما لما كان فتى يافعا في سن 12، يعني بعد انتقاله إلى كفالة عمه بنحو 4 سنوات، وكان خروجه ذاك رغبة في مشاركة قريش في أعمالها بالتجارة، لأن أحوال الرزق مع عمه أبي طالب لم تكن متسعة، وكان عمه أبو طالب ذا عيال ولم يكن قادرا على كفاية بيته وأولاده، فرغب في أن يتجر وأن يأخذ معه محمدا ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أولى زيارتيه إلى الشام عليه الصلاة والسلام، خرج به عمه، قيل كان سنه 9 وقيل سنه 12 سنة. قال: في هذه الخرجة أو الزيارة التي قدم فيها أرض الشام رآه الراهب بحيرا، ولما رأى بعض العلامات والدلائل المشيرة بما يعلمه من علم الكتاب التي تدل على تفرد وتميز في شأن هذا الفتى الغلام بما تنطبق عليه دلائل وعلامات نبوة آخر الزمان، أفصح بذلك لعمه أبي طالب، وأمر به أن يعود به سريعا إلى أهله في جزيرة العرب خوفا عليه من اليهود إن هم علموا بشأنه. قال: فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة، والصواب إلى مكة لأنهم إنما خرجوا من مكة، لكن هكذا وقعت في كلام ابن القيم رحمه الله في جميع النسخ التي وقعت بين أيدي المحققين، والصواب مكة. فلما أتى عليه الصلاة والسلام بهذا العمر وسافر به عمه أبو طالب في ركب للتجارة، نزلوا على مدينة بصرى وهي أدنى أرض الشام مما يلي جزيرة العرب، فمروا على راهب هناك اسمه بحيرا، وكان عالما بالإنجيل خبيرا بالنصرانية، فأبصر بحيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتأمله ويكلمه، ثم التفت إلى أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ فقال أبو طالب: هو ابني. ويقصد أنه في مقام ابنه لشدة محبته
له وشفقته عليه وكونه في رعايته، فقال هو ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حياً. فجعل بحيرة ينزل بعض العلامات وهو يعلم أن نبي آخر الزمان يكون يتيماً. قال: ما هو بابنك؟ وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حياً؟ فقال: هو ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال بحيرة: صدقت، فارجع به إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه هنا ليبغينه شراً، فإنه كائن لابن أخيك، هذا شأن عظيم. فأسرع به أبو طالب عائداً إلى مكة. وأخرج الترمذي أن أبا طالب خرج إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا على رحالهم ونزلوا، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. قال: وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم، يعني يأتي بينهم ويمشي، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له الأشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به، وكان عليه الصلاة والسلام في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى ظل الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال فيء الشجرة إليه، فقال بحيرة: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم إذا به يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفتوا فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس. قال: وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. قال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده. قال الراهب بحيرة: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قال أبو طالب: فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب. والرواية فيها في متنها نكارة وغرابة كما ذكر المحدثون. قال المصنف هنا رحمه الله: ووقع في كتاب الترمذي، يعني في جامعه، أنه بعث معه بلالا. قال: وهو من الغلط الواضح، هذه الرواية غلط، فلا يمكن أن يكون بلال آنذاك بمكة، وإن كان فلم يكن عمره بذاك الذي يخرج فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وأما البزار فأخرج الحديث ولم يقل أرسل أبو بكر معه بلالا، بل قال أرسل معه رجلا. نعم. قال رحمه الله: فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى، ثم رجع فتزوج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها وله 30 سنة، وقيل 21، وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. هذه الزيارة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام. فلما بلغ 25 سنة قال الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها سنة 25 من مولده. مولده ليس حدثاً تؤرخ به الحوادث،
من عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمره يعني كم يكون؟ 25. قال ابن عبد البر رحمه الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام في تجارة لخديجة سنة 25، وتزوج خديجة بعد ذلك بشهرين 25 يوما في عقب صفر سنة 26، وذلك بعد 25 سنة و10 أيام من يوم الفيل. هذا تأريخ عامة أهل السير والتواريخ والعلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المرة الثانية وصل عليه الصلاة والسلام إلى بصرى، وكان في تجارة لخديجة، وسبب ذلك أن خديجة رضي الله عنها كانت ذات مال، وكانت تبتغي في مالها تجارة. عن نفيسة بنت منية قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير، فقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا وألحقت علينا سنون منكرة، وليس لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها، يعني في قافلتها وتجارتها، فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها فوضعت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيري لما يبلغها عنك من طهارتك، وإن كنت لأكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود، ولكن لا نجد من ذلك بدا. هذا كلام عمه أبي طالب. وهكذا كانت خديجة رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة، وتبعث إلى الشام فتكون عيرها كعامة عير قريش، وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم رمال مضاربة، وكانت قريش قوما تجارا، ومن لم يكن بينهم تاجرا أو ذا مال فليس عندهم بشيء. فلما عرض عمه أبو طالب عليه العرض وأن يأتي إلى خديجة فيعرض نفسه عليها أن يتاجر في مالها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلها ترسل إلي في ذلك، يعني هي التي تطلبني ولا أطلبها. قال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك فتطلب أمرا مدبرا، يعني يفوتك الأمر، فإن انتظرت وتوانيت لعلها اتخذت غيرك ثم تأتي تطلب فإذا الأمر قد أدبر. فافترق وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك ما بلغها من صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمانته وكريم خصاله التي فاح عطرها وعبيرها في أرجاء مكة، وما به من أمانة وكرم خلق عظيم. فقالت: ما علمت أنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه فقالت: إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا سأعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل، ثم لقي عمه أبا طالب فذكر له ما كان، فقال له عمه: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك في هذه التجارة في مال خديجة رضي الله عنها، وكانت هذه بداية خروجه. فخرج إلى الشام مع غلامها ميسرة، وكانت تجعله مرافقاً لمن يقوم على تجارة مالها، فجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام أرض الشام. ويذكر في ذلك أيضاً من الروايات، وإن كان هو مما يذكره أهل السير والأخبار مرسلاً ليس له إسناد كسائر روايات السنة الثابتة. فلما قدم في سوق بصرى في ظل شجرة قريباً من صوبعة راهب يقال له نسطورة، وهذا غير الراهب الأول في الزيارة الأولى للشام، فذاك يقال له بحيرة وهذا نسطورة. فاطلع الراهب إلى ميسرة، وكان يعرفه من كثرة ما يتردد إلى الشام في الإشراف على تجارة خديجة رضي الله عنها ومالها الذي تبعث به إلى الشام.
فلما رأى الراهب ميسرة وكان يعرفه قال: يا ميسرة، من هذا الذي نزل تحت تلك الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم قال له: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم، لا تفارقه. قال الراهب: هو آخر الأنبياء، وليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج، يعني حين يبعث إليه. فوعى ذلك ميسرة، ثم حضر ورسول الله عليه الصلاة والسلام في سوق بصرة، فباع سلعته التي خرج بها واشترى، فكان بينه وبين الرجل في السوق اختلاف في السلعة، فقال له الرجل: احلف باللات والعزة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حلفت بهما قط. فقال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة وقد خلى به: يا ميسرة، هذا نبي، والذي نفسي بيده، وإنه لهو تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. فوعى ذلك ميسرة، يعني أخذ يلتقط تلك المواقف، ثم انصرف إلى أهل العير، وكان ميسرة يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كانت الهاجرة واشتد الحر، يرى ملكين يظلانه من الشمس، وكان الله عز وجل قد ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة في قلب ميسرة، فكان كأنه عبد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقوم على أمره ويرعى حاله في رحلته ذلك. هذا مجمل ما يريده أهل السير والأخبار والتواريخ في خروج رسول الله عليه الصلاة والسلام في تجارته في مال خديجة إلى الشام. ما أن عاد من رحلته تلك حتى كان زواجه الميمون بأمنا خديجة رضي الله عنها، فكانت تلك بداية العلاقة. تزوجها وعمره إذ ذاك 25 سنة، وقيل 30، وقيل 21. أما أمنا خديجة رضي الله عنها فقد قال المصنف: كان سنها 40. وهكذا أخرج الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في سطر واحد أو سطر ونصف أوجز المصنف رحمه الله مجمل مناقب أمنا خديجة، قال: هي أول امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها رضي الله عنها وأرضاها. إذا كان الحديث عن أمهات المؤمنين فخديجة رضي الله عنها درة التاج، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقته لما بعث نبيا، هي التي شدت من أزره وثبت الله بها فؤاد نبيه عليه الصلاة والسلام. أحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظل وفيا لحبه إياها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت لتغار منها وما رأتها ولا اجتمعت بها من كثرة ما تسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرها وفاء لها وقياما بحقها. ما رزق رسول الله عليه الصلاة والسلام الولد من غيرها، آمنت به وثبت الله بها قلب نبيه، فظلت التي نصرته بمالها وحبها وزواجها برسول الله عليه الصلاة والسلام هي أمي وأمك، خديجة بنت خويلد. من كان فينا يحب أمه التي أنجبته، فحبنا لأمنا خديجة رضي الله عنها أشد والله وأعظم. قال: أمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. في الصحيحين يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. قال: فإذا هي قد أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فرضي الله عن أمنا خديجة رضي الله عنها، وكتب لها من صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة ورفقته إياها، كما كتب لها في دنياها وهي صاحبته وزوجه وأول أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. نعم، هذا الأمر في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نشأ فتى شريفا عفيفا كريما لا يعرف إلا بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. بغض الله إليه عبادة الأوثان، فما سجد لصنم ولا حضر شيئا من منكرات قريش أو فحشها أو فجورها، ولا شرب الخمر ولا تعاطى المنكرات التي كانت سمة سائدة في قومه، وأمرا معتادا يفعله الأكابر والأشراف على حد سواء. لكن الله حبب إليه الخلوة والتعبد لربه، ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة والتفرد والبعد عن الناس، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتعبد ويخرج بعيدا. وها هو جبل حراء شاهد قائم يعرف الناس مكانه، يخرج منها هنا من جنبات الكعبة وجوف مكة، يبتعد هناك يريد الخلوة بربه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام قد بعث ولا أصبح نبيا، لكنها الاصطفاء الإلهي والتهيئة التي جعلها الله بين يدي نزول الوحي وإتيان جبريل عليه السلام هناك في ذلك الغار والجبل المبارك. حبب الله إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة، يعني 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان. ها هنا أقوال في اليوم الذي نزل فيه الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في القصة المعلومة لما أتاه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فنزلت الآية الكريمة في صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تلك بداية النبوة ومشرق شمس الرسالة المحمدية. فحدد اليوم بلا خلاف أنه كان يوم الاثنين من أيام الأسبوع، وتحديد ذلك حديث أبي قتادة في حكمة صوم يوم الاثنين واستحبابه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، أو قال: أنزل علي فيه، كما في صحيح مسلم. فيوم الاثنين اليوم الذي نزل فيه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اختلف في الشهر الذي كان فيه ذلك الحدث العظيم ونبوته الكريمة عليه الصلاة والسلام. قيل في شهر ربيع الأول، وقيل في رمضان، على قولين شهيرين للعلماء. الأكثر من أهل العلم أنه في رمضان، وارتباط ذلك بالآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقيل بل في ثمان مضين من شهر ربيع الأول سنة 41، يعني لما كمل له 40 سنة. قول المصنف شهر ربيع الأول هذا قول الأكثرين، بل المشهور الذي عليه الجمهور كما يقول الحافظ ابن كثير والإمام ابن حجر أنه بعث في رمضان، وهذا هو قول الأكثر من أهل السير والتواريخ والمغازي. قال: وقيل بل كان ذلك في رمضان. نعم. قال رحمه الله: وقيل بل كان ذلك في رمضان. واحتج هؤلاء بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه، وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان.
والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان أنزله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزله منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. هل كان مبدأ البعثة ونزول الوحي وقصة جبريل عليه السلام التي نزل فيها بصدر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، متى كان؟ هل كان في شهر ربيع الأول أو في رمضان؟ عامة أهل العلم يقولون في رمضان، يقولون وظاهر الآية الكريمة يدل عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أول نزوله في قصة جبريل عليه السلام. ومن قال بل في ربيع الأول قال إن الآية الكريمة لا تقصد نزول الوحي عليه بسورة العلق، إنما المقصود بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نزوله جملة من بيت العزة من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم من هناك هذا الإنزال الأول الذي أنزل جملة. ويدل لذلك قوله تعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر كما جاء التصريح بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهذا الذي يقوله الإمام ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنهما، أن نزول القرآن نزولان، أحدهما النزول الجملي دفعة واحدة، وهذا الذي كان في رمضان في ليلة القدر تحديدا. أما النزول المتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان موزعاً على سنوات البعثة على مدى 23 سنة، منجماً مفرقاً على الوقائع والأحداث، تنزل آية هنا وسورة هنا كلما أراد الله وأذن لوحيه أن ينزل به جبريل عليه السلام. وعندئذ فيكون قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليس ملزماً بأن يكون المراد نزول جبريل عليه السلام بسورة العلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه، وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب. هذا قول ثالث أن بداية البعثة في رجب، فهذه 3 أقوال حكاها المصنف في بداية النبوة، قيل في رمضان وقيل في ربيع الأول وقيل في شهر رجب، هذه 3 أقوال لا سبيل إلى الجزم بواحد منها وتخطئة ما عداه، لكن الأقرب الذي عليه الأكثر أنه في رمضان لدلالة ظاهر الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. قال وكمل الله له من الوحي مراتب عديدة، أحدها الرؤية الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. مراتب الوحي المراد بها أنواع وصور الوحي التي يتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إنه قد أضحى نبياً والوحي يأتيه وينزل عليه من أمر ربه آناء الليل وأطراف النهار ما يقضي به الله جل وعلا، فالوحي لم يكن له صورة واحدة أو هيئة واحدة، قال هو مراتب يعني أنواع وصور، وهذا من المواضع التي جمع فيها ابن القيم رحمه الله مراتب الوحي. وعامة من أتى بعد الإمام ابن القيم رحمه الله ينقل ذلك عنه فإنه قرره أحسن تقرير وأجوده، قال مراتب الوحي 7 وزاد فيها 8 يأتي ذكره. هذه المراتب هي صور الوحي، قال أولها الرؤيا، فما يراه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه يكون وحياً، بل بدأ بالرؤيا عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقاه جبريل عليه السلام وينزل عليه بسورة العلق. وهذا صريح في قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح، كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق يقيناً كما رآها، لا يرى رؤيا إلا وقعت إلا تحققت مثل فلق الصبح. رأيت فلق الصبح إذا رأيته فطلعت الشمس وأشرق النهار، لا يرتاب في رؤيته 2 مبصران يقع
تأويل وما رآه في المنام كأنه يرى الصبح بعينه عليه الصلاة والسلام. فهذا صريح أن هذا من الوحي، صحيح أنه أول ما بدأ به، لكنه حتى بعد تتابع الوحي ونزول الأحكام واستقرار الشريعة كان الوحي ربما أتاه رؤيا في المنام، فيرى رؤيا عليه الصلاة والسلام كما رأى الملكان اللذان أتيا به فأسريا به، فانطلق فرأى ما رأى في نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وكثير من الأخبار التي يقوم عليه الصلاة والسلام فيخبر بما رأى، ولا يرى رؤيا إلا هي وحي من الله عز وجل. هذه أول مراتب الوحي، الرؤيا الصادقة، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا مر بكم قبل مجلسين في قصة الخليل إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، كيف أمر بهذا الذبح؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فما قال له: هذه رؤيا يا أبي ولعلها أضغاث أحلام. لا، رؤيا الأنبياء وحي. فلما رأى ما رأى قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش قال إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فكانت الرؤيا وحيا وأمرا إلهيا. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فكان هذا من آكد الأدلة على أن رؤيا الأنبياء وحي، وقد صرح بذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا النوع الثاني من الوحي، إلقاء الوحي في قلبه وفؤاده عليه الصلاة والسلام. كيف يعني؟ قال: ينفث في قلبه ونفسه المعنى، فيعبر عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى جبريل عليه السلام لا في صورته الحقيقية ولا يراه متمثلا بصورة إنسان، إنما يقذف المعنى في قلبه وفؤاده عليه الصلاة والسلام. قال: ودليل ذلك الحديث الذي سمعتم فيما أخرج بعض الآئمة كابن أبي شيبة وأبي نعيم، والحديث أعله بعض أهل العلم بالانقطاع، وإن عضده بعضهم ببعض الشواهد فحسنه. إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي، يعني في نفسي وفي قلبي. ومعنى النفث هو النفس الذي يخرج من الفم بهواء رقيق ربما صحبه قليل من رذاذ الفم أو لعابه، يسمى نفثاً. كما تقرأ على مريضك أو على صغيرك أو على نفسك ترقيه بالمعوذتين مثلاً وببعض الآيات والسور، فبعدما تقرأ تنفث عليه مما تقرأ، فهو نفس وهواء يخرج من الفم. فهو يقول: نفث في روعي أنه لن تموت نفس، وذكر الحديث: حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. لئن تأخر رزقك فليس هذا مسوغا لأن تبحث عنه بالحرام، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. نعم، وهذا حصل في غير ما حديث. من أشهر ذلك وأظهره وأكثره علما عند عامة المسلمين حديث جبريل عليه السلام الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قال: ولا يعرفه منا أحد. فالآن ماذا رأى الصحابة؟ رأوا رجلا. قال: حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه بأركان الإسلام، قال: صدقت.
قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، فذكر له أركان الإيمان، قال صدقت. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرنا عن الإحسان فأجابه، ثم قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها فذكر له الأمارات الساعة. فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا هذه من صور الوحي، أن يتمثل الملك في صورة إنسان، في صورة رجل، لكنه إن تمثل بصورة رجل فهي الصورة الحسنة التي تقع عليها عين الناظر فلا ترى إلا جمالا وكمالا. في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وربما جاء في صورة بعض الصحابة كما تمثل في صورة الصحابي الجليل الجميل الحسن في منظره دحية الكلب رضي الله عنه، وربما أبصره بعض الصحابة فظنوه صاحبهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنه إنما كان جبريل عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تربها. هذه من أشد صور الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ انظر إلى سؤال الصحابة وهم يحبون أن يعرفوا من أمر النبوة ما يزدادون به إيماناً ولرسول الله عليه الصلاة والسلام يقيناً وإجلالاً. قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحياناً يأتيني. إذن هو يدل على أن الوحي يأتيه في أكثر من صورة. قال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، قال: وهو أشده علي. فصرح عليه الصلاة والسلام أن هذه الصورة هي أشد أنواع الوحي التي يجدها عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا بصلصلة الجرس الصوت الذي يخرج من الحديد عند تدارك الضرب عليه. الجرس معروف، القطعة من النحاس أو من الصفر التي تصدر صوتاً عند اهتزازها. هذه الصورة بصريح الحديث أشد أنواع الوحي التي يجدها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. فيفصم عني، يعني ينفصل هذا الذي يأتيه من الوحي ويرتفع، فإذا به قد وعى ما بلغه من الوحي. هل كان الصحابة رضي الله عنهم ربما كانوا حاضرين في مثل هذه الحالة التي يأتيها الوحي؟ الجواب نعم، وحصل لذلك مع زيد بن ثابت. كان جالساً جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد، وكلكم يعلم أن زيد بن ثابت من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان من كتاب وحيه عليه الصلاة والسلام، وكان غلاماً معلماً وتعلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستعمله في الكتابة، فكان ربما يدخل عليه البيت ويكون من خواصه المقربين إليه. قال: فثقلت عليه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصابها هذا الأمر الشديد من الوحي، فكأنه ضاغط شديد، يقول: حتى كادت فخذه ترض، يعني يصيبها الرضب من شدة ما أصابها، كأنما سقط عليها شيء ثقيل، فربما أصابه بما يشبه الكسر أو يقاربه، وربما أتاه في الليلة الشديدة البرد فيصيبه العرق وجبينه يتفصد عرقاً عليه الصلاة والسلام، وربما أتاه وهو راكب راحلته فيغشاها من الثقل ما يغشاها حتى تبرك إلى الأرض من شدة ما ينزل عليها من الثقل. وهذا كله
جزء من دلالة الآية الكريمة في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل حسا ومعنى، أما الثقل الحسي فهو هذا الشدة التي كان يجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي، وأما الشدة المعنوية أو الثقل المعنوي فهو التكليف العظيم الذي أتى به الوحي إلى الأمة، فكان تكليفا عظيما تقوم به لابتغاء مرضات الله، الحلال والحرام والحدود والأركان والواجبات والطاعات والعبادات وسائر ما جاء في أحكام الشريعة. والمقصود بالثقل هنا المتانة والعظمة وليس العسر والشدة والحرج، فإن الله ما جعل في الدين من حرج كما جاء في آيات عدة، فليس الثقل هنا الشدة الموصلة إلى العسر أو الحرج، فإن هذا الدين يسر، والله قد قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه صورة رابعة من صور الوحي التي كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يصيبه ذلك الذي يصيبه لثقل الوحي من جهة، وكما يقول أهل العلم لضعف القوة البشرية عن تحمل ذلك الوارد العظيم من الجناب الجليل. فما خلق الله عليه البشر من بنية ومادة وطبيعة هي أضعف من أن تتلقى ذلك الأمر العظيم فيأتيه الثقل، وربما أتاه الوحي في صور أخرى تخفيفا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. مرتان رأى فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام بالصورة التي خلق عليها، له 600 جناح كما ثبت بذلك عن ابن مسعود في صحيح البخاري، قال: إنه رأى جبريل له 600 جناح. وفي صحيح مسلم قال: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، غطى الأفق. هذا واحد من خلق الله جبريل عليه السلام، بلغ بعظم خلقته أن يسد ما بين الأفق سماء وأرضا بجناحه الذي سمعت وصفه. هذا الموضع الأول رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام وهو سائر في بعض طرقات مكة بعدما أتاه في غار حراء ونزل عليه أول مرة، فارتاع لذلك عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى أمنا خديجة رضي الله عنها قائلا: دثروني دثروني، وهو ما أصابه من الخوف والهلع، فقالت له ما قالت تطمئنه رضي الله عنها. ثم كان بعد ذلك بمدة وقد رأى جبريل عليه السلام مرة على هيئته التي خلقه الله عليها، فكانت أولى المرتين، والثانية أين كانت؟ في المعراج لما أتى سدرة المنتهى. وهذا الأمر الذي ذكره الله تعالى في سورة النجم في ذكر هذين الموضعين اللذين رأى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام ذو مرة، يعني ذو هيئة حسنة، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فذكر الرؤيا مرتين. وفي سورة التكوير قال الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. الضمير يعود إلى من؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. سأل مسروق كما في صحيح مسلم أمنا عائشة رضي الله عنها عن قول الله: ولقد رآه بالأفق المبين، وقول الله سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة
ما أوحاه الله إليه وهو فوق سبع وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. نعم، هذا خاص بقصة المعراج وما حصل فيه من الوحي وفرض الصلاة، فهو لون فريد من الوحي ما وقع إلا في هذا المقام الكريم. أحسن الله إليكم. السابعة، كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. نعم، في حديث الإسراء، وسيأتينا إن شاء الله في فصل المغازي كلام المصنف، لكن البخاري ومسلم أخرجاه من حديث أنس عن مالك بن صعصع، ومن حديث جابر وأنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنهم جميعا. كلام إلهي مباشر، قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الكلام بلا ملك وواسطة حصل لموسى عليه السلام قطعا، ولهذا قال الله: وكلم الله موسى تكليما، فكان من مناقبه عليه السلام أنه كليم الله. وحصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء لما كلمه رب العزة والجلال من غير واسطة ولا وحي بجبريل عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب. بغير حجاب، يعني أن يكلمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ربه رأي عين. هذه المرتبة محل خلاف، مبنية على خلاف السلف، هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رب العزة والجلال في حادثة المعراج؟ المسألة محل خلاف، فمن أثبت الرؤية ستكون مرتبة فريدة من الوحي، التلقي المباشر من غير حجاب، لكنها محل خلاف بين أهل العلم، وكل ذلك مبني كما يشير المصنف. نعم، وهذا قال: وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة أنه لم يرى إلا نورا في قصة المعراج صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تمام فصل في مقدمة سيرته، يليه فصل للمجلس القادم في ختانه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه جمعتكم قد أقبلت ليلتها الغراء، وفي ثناياها وأكنافها من الخيرات والبركات ما يصيبه المحبون بكثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله الذي ملأ قلوبهم حبا عليه الصلاة والسلام. ما زال ذكرك في الشفاه نديا، يسقي القلوب شرابها القدسية، صلى عليك الله، ما شوق سرى نحو المدينة بكرة وعشية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه مراتب الأبراء ودرجات المقربين، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.